امرأة بعد أن أتمت مناسك العمرة وبعد الرجوع إلى البيت والتحلل من الإحرام وجدت قليلا من دم الحيض وقد شكت في نزوله، هل عليها شيء؟ إذا كانت طافت وسعت وهي ما أحست بدم وإنما وجدت الدم بعد ذلك فلا يؤثر على العمرة، الشك لا يؤثر على العمرة، إلا إذا تيقنت 100% أن الدم نزل عليها وهي تطوف فإنها تعيد الطواف والسعي والتقصير. نعم.